أكيد كتير مبسوط أنه أنا ببلد أوروبي بمدينة مهمة بألمانيا، عم قابل هذا الجمهور الضخم، الحمد لله رب العالمين. هذا الشيء شرف لإلي وفخر بكوني إنسان سوري. شو الرسالة اللي حاب وصلها لجمهوري؟ أنه كشاب عربي ظروفك صعبة وحياتك ما لها سهلة، أنت دائما قادر، انت قادر تعمل اي شيء بالحياة بدك اياه بالارادة وبالاجتهاد. على حالتي النفسية بتقوي الهدف والرسالة تبعي، يلي هو اني انا عم احكي باسم جيل وعم بحكي بقضية اللاجئين العرب عموما او الناس اللي تركوا مكانهم بالحياة، انه نحنا بدنا نعطي صورة حلوة وبدنا نحقق ذاتنا، وهذا الشيء كثير بيساعدني على الصعيد النفسي بما اني هلا عم حقق ذاتي، عم بعمل اللي انا كنت احلم فيه انا وبغرفتي. اليوم ازماتنا وازمات المنطقه اكبر من سوري واكبر من لبناني، هي ازمات على مستوى العالم، صارت على مستوى الميدل ايست. فانا بقول انه دائما في امل، دائما بكره احلى. تجربتي الشخصيه علمتني اني ما خاف من بكره، استعد لبكره بس ما خاف من بكره. جايتنا كتير ايام حلوه، وما في بلد او ناس تعرضوا لظلم بحياتهم ما اجتهم نهضه مخيفه بعدها، وانا عم حاول كون جزء ولو صغير من هاي النهضه. الشيء اللي عم بعمله انه انا ما اتبعت قاعدة معينة، لحقت احساسي دائما بالكلمات وباللحن وبأي شيء موسيقي انا عملته، ولاني لا اتبع اي مدرسة معينة، ما رح اقول اني خلقت مدرسة او كنت عم بعمل، لا كنت عم حاول اني شكل قواعد خاصة بالموسيقى، لانه انا بعرف انه كتير كتار من الناس اللي بعمري واللي بيشبهوني واللي اكبر مني كمان متعطشين لهذا النمط الموسيقي، وحتى المواضيع اللي بتطرحها موسيقتي اللي هي ما فيها انماط موسيقية طربية مثلا تطرحها بهي الجراء. فبعتقد انه الوطن العربي ان كان وجد الشامي او غير الشامي كان في مرحلة ما بده تدخل هاي الموسيقى. بعتقد اني بشتاق لكتير اشياء بحياتي قبل الفن وقبل المكان، بس لانه المسؤوليات اللي صارت علي هلأ كتير كبيرة اتجاه كتير اشياء، بس انا ممنون وما بندم على شيء لا بحياتي اللي قبل ولا لحياتي الجديدة، وعشت التنتين بفرح وسعادة ورضا الحمد لله ان شاء الله دائما. فما في فرق كتير كبير، اللي عم حاول اقول لك اياه بالجواب انه كل حاله عشتها بضرورتها، فهلا هي الحاله فيها اشياء كتير سعيده وفيها مسؤوليات، والقديم كان فيها شويه مصاعب وكان فيها امل واحلام لبكره. بحس الحلم بس والهدف بس يضل جوا بتحقق اسرع، حتشوفوا انتم.